احتلت أفغانستان مشاهدينا العام الماضي المركز الرابع كأخطر دولة في العالم في مؤشر الشعوب المهددة الذي أعدته مجموعة حقوق الأقليات الدولية. فتتمتع أفغانستان بتعدد إثني، لعب هذا التعدد دورا محوريا على مدى قرن في الانقسامات وكذلك الصراعات الداخلية، وهو ما شكل تحديا للاستقرار السياسي في البلاد. دعونا نفصل أكثر مشاهدينا. إذن بين 40 مليون أفغاني لا توجد مجموعة إثنية محددة تشكل أغلبية ما بين سكان أفغانستان، ومع التطورات التي شهدتها البلاد سابقا واليوم جميع المجموعات الإثنية مهددة بمواجهة عنف وكذلك اضطهاد. المجموعة الإثنية الأكبر هي البشتون الذي تشكل أكثر من 42% من نسبة الأفغانيين بشكل عام، وأغلبيتها من المسلمين السنة، ويتحدثون لغة البشتو. ومنذ القرن 18 هيمن البشتون على المؤسسات السياسية، وانتمى كذلك الرئيسان في الحكومة السابقة أو الحكومات السابقة إلى هذه المجموعة. المجموعة الإثنية التي تشكل أكثر من ربع عدد السكان هي الطاجيك، لغتهم الرئيسية هي فرع من الفارسية وتسمى داري. الطاجيك هم موزعون في كافة أرجاء البلاد، وينتمي إليها عدة شخصيات بارزة مثل أحمد شاه مسعود وكذلك الرئيس برهان الدين رباني. الهزارة المجموعة الإثنية المتمركزة وسط أفغانستان، هي تشكل 10% من الأفغان، وقد واجهت اضطهادا ونفذت بحق هذه الإثنية مذابح في ظل حكومات مختلفة سابقة. إثنية الأوزبك هي من الشعوب الناطقة باللغة التركية، ومعظمها من المسلمين السنة، وتشكل هذه الإثنية حوالي 10% من مجموع سكان أفغانستان. عام 2004 اعترف الدستور الأفغاني بأكثر من 12 مجموعة بشكل رئيسي ليشمل شعوب إيماك البدوية والتركمان والبلوش.